طبعا تواصل قوات النظام من قصفها الصاروخي والمدفعي على جبهة الجبينة الاستراتيجية. الآن الطيران المروحي يقصف بالبراميل المتفجرة قرية الجبينة وقرى السرمانية ودوير الأكراد. قوات النظام تحاول التقدم على جبهة الجبينة الاستراتيجية منذ أكثر من شهر. قصف صاروخي ومدفعي من معسكر جورين إضافة لقارات من الطيران الحربي الروسي والطيران المروحي لقوات النظام. هذه صوامع الحبوب.